الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وقال مصدر مالي إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 383 ألف دينار، وسعر الشراء 379 ألف دينار، فيما كانت أسعار البيع ليوم أمس 379 ألف دينار للمثقال الواحد. وأشار المصدر إلى أن سعر البيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً أيضاً عند 353 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 349 ألفاً. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وضعف الدولار، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً إلى 80 دولاراً و11 سنتاً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غربي تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتاً لتصل إلى 76 دولاراً و9 سنتات. وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 3 ملايين برميل وفقاً لمصادر السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي، فيما زادت مخزونات البنزين بنحو 4 ملايين و500 ألف برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 828 ألف برميل. تراجع استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي بنسبة 20% مقارنة بمتوسطات السنوات الخمس الأخيرة السابقة بحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية. وسجلت فنلندا انخفاضاً في استهلاك الغاز بنسبة 52%، وخفضت لاتفيا 43%، وليتوانيا بنسبة 41%. ووافقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في نهاية شهر تموز على خفض استهلاكها من الغاز طواعية بين الأول من شهر آب عام 2022 وحتى 31 من شهر آذار عام 2023، وتم تحديد هدف التخفيض عند 15% مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية من خلال تدابير الخفض الطوعي. رجحت وكالة رويترز أن تتجاوز صادرات الولايات المتحدة من النفط ومنتجاته خلال العام المقبل مستوى الواردات، وذلك لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. ونقلت الوكالة عن خبراء أن متوسط صادرات النفط الخام الأمريكي يسجل حالياً مستوىً قياسياً بلغ 3 ملايين وأربعمائة ألف برميل يومياً. وأشار الخبراء إلى أن صادرات المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل تبلغ نحو 3 ملايين برميل يومياً. وأظهرت بيانات الحكومة الأمريكية تراجع صافي وارداتها من النفط خلال شهر تشرين الثاني الماضي إلى 1,100,000 برميل مقارنة مع 7 ملايين برميل يومياً قبل 5 سنوات، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء حفظ السجلات في عام 2001. والآن إلى أسعار العملات مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام موجز إلى اللقاء.